هذا الفيديو راح تعرف انه لينكس افضل في الاداء من ويندوز عن طريق فحص اداء او بنش مارك، فخليك معايا. السلام عليكم، معكم محمد البلوشي، وفي هذا الفيديو سويت فحص اداء او بنش مارك بين ويندوز ولينكس. وزي ما انتم شايفين هنا سويت فحص الاداء للسي بي يو، وهنا الكمبيوتر اللي هو الجي بي يو. وللسي بي يو زي ما انتم شايفين يعني 800 في السنجل كور لينكس 5، يعني زياده 100 عن الويندوز زي ما انتم شايفين، ويندوز 700. وزي ما شايفين حتى في المالتي كور كمان لينكس يعني متغلب على ويندوز. وعلى فكره انا مستخدم فيدورا لينكس، والمواصفات او العتاد حق الكمبيوتر حقي نفسه، بس غيرت النظام التشغيلي. وزي ما شايفين معايا هذه تفاصيل الاداء لفحص السي بي يو. فزي ما شايفين هذا اللي بيشوف العتاد حق الكمبيوتر حقي، زي ما شايفين نفسه ما في فرق. فزي ما شايفين للسنجل كور، هذا كله للسنجل كور. فزي ما شايفين لينكس تقريبا يتغلب في كل شيء، يعني زي ما شايفين في السنجل كور للفحوصات هذه اللي هنا، يعني مثلا سوى يعني تكست كومبريشن، يعني ضغط للتكست، ضغط للنصوص، ويعني للصور كمان سوى ضغط، وحتى هنا كمان يعني شغل HTML واشياء كثيره غيرها كثير. وحتى كمان هنا شغل يعني او سوى رن للسي لانجويج اللي هي لغه السي، هي لغه برمجه، وهذه اشياء كثيره كمان ثانيه. هذه كلها للسنجل كور. فزي ما شايفين للسنجل كور لينكس الافضل بلا منازع، يعني حتى ما في ولا فحص يعني فاز بيه لويندوز. فخلونا نكمل للمالتي كور. زي ما شايفين يعني في اشياء لينكس يفوز فيها، في اشياء يعني ويندوز يفوز فيها، فبس لكن الاغلبيه اللي فايز بيها يعني لينكس. فزي ما شايفين يعني في كم شيء يعني يفوز بيه لويندوز، يعني مثلا زي المشين ليرنينج، واللي يعني انصدمت يعني اغلب المشين ليرنينج يشتغل على يعني لينكس. ممكن انا يعني كمبيوتري مره ضعيف بالنسبه للمشين ليرنينج، لانه معالج قديم، كرت شاشه يعني قديم برضو، مو قديم يعني نزلت اجيال بعدها كثير. وزي ما شايفين هنا كمان يعني فايز ويندوز، وحتى هنا كمان يعني ويندوز فايز. فيعني لين دحين 3 اذا ما خاب ظني، وهنا 4 و5 يعني فحوصات فاز بيها ويندوز على لينكس. ولكن زي ما شايفين الاغلبيه يعني في فحوصات الاداء لينكس فاز. وزي ما شايفين هنا فحص اداء كرت الشاشه. وعلى فكره انا مستخدم يعني البرنامج لتشغيل الرسوميات اللي هو فولكن، مو دايركت اكس، لانه فولكن يشتغل على ويندوز وماك، فاستخدمت فولكن. وزي ما شايفين في الكمبيوتر سكور يعني اوفرول او بشكل عام لينكس برضو افضل، ولكن بفارق جدا بسيط يعني. فخلونا نشوف التفاصيل. فزي ما شايفين هنا كمان يعني نفس الاعتاد حق الكمبيوتر حقي اذا تبي تشوفه. وهنا زي ما شايفين تفاصيل فحوصات الاداء، ولو تلاحظوا يعني ما في فائز يعني 100%، وحتى يعني فوز لينكس يعني مره بسيط، يعني مو جدا خرافي زي ما شفنا في المعالج. وزي ما شايفين هنا يعني تقريبا في كل فحص اداء يعني شويه ويندوز يفوز، شويه لينكس يفوز، شويه ممكن يتعادلوا تقريبا زي ما شايفين هنا. ففحص اداء كرت الشاشه بين ويندوز ولينكس في حالتي انا مو شيء كبير، ولكن كرت الشاشه انت ما تستخدمه كثير الا في الالعاب، ولكن المعالج جدا مهم لانه هو المسؤول عن تشغيل البرامج وكمان يعني تشغيل النظام. فكل ما كان استخدام النظام للمعالج اقل، كل ما زاد ادائك بالنسبه للمعالج. واغلب البرامج زي ما نعرف كلها تستخدم المعالج اكثر من كرت الشاشه، وكل البرامج زي ما نعرف تستخدم المعالج اكثر شيء منها، يعني المتصفحات، البرامج الوورد وزيها يعني. بس في برامج قليل هي اللي تستخدم الكرت الشاشه، يعني مثلا زي المونتاج، زي بلندر، زي ادوبي بريمير، وكمان الفوتوشوب. هذه كلها يكون في لها دور لكرت الشاشه اذا انت اخترته. فزي ما انتم شايفين يعني الفرق الكبير بين لينكس وويندوز في الاداء هو بس في المعالج اغلب شيء، في كرت الشاشه مو مره. ولكن زي ما قلت المعالج هو اهم من كرت الشاشه، لانه هو المسؤول عن تشغيل كرت الشاشه، اعطائه مهامه وتشغيل الالعاب. ولكن بعدين بعد ما تشتغل الالعاب تشتغل اكثر شيء على كرت الشاشه. فكل ما قل استهلاك النظام للمعالج كل ما زاد الاداء بشكل عام في البرامج وفي كل الاشياء. يعني وصلنا لنهايه الفيديو، اذا عجبك لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير، واذا في عندك اي معلومه تبي تضيفها عن فحص الاداء اكتب لنا هي في الكومنتس عشان كلنا نستفيد. وقولوا لي هل كنتم متوقعين انه ويندوز يخسر بخساره فظيعه زي كذا في من ناحيه يعني المعالج؟ وتابعونا على تويتر، لاني بعض الاحيان انزل منشورات كثيره عن لينكس وبعض البرامج المستخدمه في لينكس. فهذا حسابي هنا زي ما انتم شايفين، روح تابعوني هناك واكون شاكر لكم. كان معكم اخوكم محمد البلوشي، والسلام عليكم.